يتناول الكثيرون البروتين بارز أو لوح البروتين كوجبة خفيفة خلال اتباعهم رجيم غذائي وتحسين أدائهم الرياضي. تتوفر أنواع عدة من البروتين بار، منها الصحي ومنها الضار، وللتمييز بينهم ينصح أخصائي التغذية بقراءة المعلومات الغذائية المرفقة والانتباه إلى كم السعرات الحرارية ونسبة البروتين والألياف والسكر المتوفرة فيها. فيتساءل الكثير، ما الحقيقة وراء البروتين بارز؟ هل هي فعلا تساعد على خسارة الوزن الزائد؟ أعزائي المشاهدين، خلينا نتعرف أكثر على البروتين بارز أكيد مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ماجد العتيبي استشاري التغذية. ومساء الخير أستاذ ماجد. هلا، مساء الخير، الله يحييك. أستاذ ماجد، قبل ما ندخل في صلب الموضوع، خلينا نعرف المشاهدين أكثر عبارة عن إيش هو البروتين بارز وعلى إيش يحتوي. أوكي، البروتين بار هو عبارة عن ألواح غذائية مضاف لها النكهات والسكر، غالبا السكر يكون من محليات صناعية عشان تكون سعرات حرارية أقل، ومضاف لها الألياف والبروتين. البروتين هو مصل الحليب اللي هو الوي أو الصويا أو مشتقات الصويا. احنا حنناقشه بالتفصيل أكيد، لكن بعض المرات مثلا نشوف البروتين بارز في كل مكان، يعني صحيح. أي واحد فعلا يقدر ياخذه من أي سوبر ماركت أو من أي صيدلية. ليش يعني صار كذا منتشر هذه الدرجة؟ هو الناس تحب الشيء السناك السريع اللي هو ممكن ياخذه في جيبه ويسافر فيه أو ياخذه معه في السيارة في العمل، والناس متعودة على البارز بشكل عام، سواء البارز مو انهيلثي يعني. وهذا في ادعاء كثير انه هيلثي، يعني انت بتجيب لي شيء حلو ولذيذ طعمه حلو وهيلثي، فهذا مغري اني استخدمه. كثير من الناس الاغراء الكبير اللي هو يستخدمه لانه فيه بروتين عالي، الياف عاليه، سكريات اقل. فهذا هي طبعا انا عندي اشكاليات عليه كثير، راح نشوف الاشكاليات. اي اكيد. بس يعني فعلا انت قلت المغريات كثيره، أكيد. نلاقي نكهات صراحه واشكال والوان، حتى في يحطون فيه مثلا نوع من انواع المكسرات تكون صحيح. موجوده. شوف انا ما اخذها اوكي، لكن فعلا يعني حتى تلاقي بعض المرات اخصائي تغذيه ينصح فيه اكيد. وهو صاروا يجيبون نكهات منافسه للنكهات الانهيلثي، يعني ما ودي ما اسميه، لكن نفس النكهه اللي موجوده انهيلثي يقول لك لا تعال استمتع معي في طعم حلو وهذا هيلثي. طبعا هذا مغري الكثير من الناس سواء الرياضي او غير رياضي، لما تقول لي انا يعني شيء هيلثي وصحي وطعمه حلو انا بستخدمه بشكل طبيعي. يعني احنا الحين في سيدتي مركزين على الرياضه بشكل عام، جيد. يعني الرياضه النسائيه، لكن فعلا لما انت تروح اي جيم ما تلاقي الا احد يكون معاه بروتين، ودائما نشوف معاهم البروتين بارز. يعني الشباب لما يجون يتمرنون مثلا صح. صار مربوط كمان من يبغى يسوي لياقه بدنيه صح. كمان اجسام، يعني من جد صرنا نشوفه في كل مكان. يعني فعلا ما حيقدروا يستفيدوا من البروتين بارز باي شيء؟ لا، احنا ما نقدر نقول ما تستفيد بشكل كامل، لكن احنا نعطيك محاذير معينه عشان تقدر تقنن وتعرف كيف انت تاخذ الاشياء هذه. لان يعني كون ان البروتين بار انه هيلثي مو معناه انه هيلثي 100%، في نسبه معينه احنا نقدر، اذا عرفنا هذا الشيء دائما المعرفه تسهل عليك الطريق، فاذا عرفنا هذا الشيء خلاص الواحد يقنن ويعرف هل هو هيلثي هيلثي ولا لا، لان في ادعاءات كثيره، وطبعا الادعاءات هذه تجاريه طبعا للاسف. طيب. يعني بعض المرات هل فعلا في تكنيك معين في تناول البروتين؟ مثلا فنفترض واحد ياخذ البروتين بارز، وانت عارف انا عارف انك ضد هذا الشيء، لكن بعض المرات يقول لك لا انا اخذه قبل التمرين مثلا يعطيني مثلا باور يساعدني اني ابني العضلات هذه، قد ايش فعلا ممكن تخدم اللي يروحون النوادي؟ اوكي، خلينا تبين نفصل البروتين بار. اوكي، البروتين بار وش الناس اللي تستخدمه؟ ليش تستخدمه؟ زي ما قلنا بروتين عالي، الياف عاليه، ما في سكريات. لكن عندي اشكاليه في الالياف، الالياف صيغه الالياف الموجوده في البروتين بار مختلفه عن صيغه الالياف الموجوده في الخضار والفواكه. صيغه الالياف الموجوده في البروتين بار هي صيغه مختلفه اسمها ايزومال 2 سكرايد. هذه بعد الدراسات عليها صار الجسم يستقبلها كسكريات ترفع الانسولين في الدم. يعني معروف ان الالياف ما ترفع الانسولين في الدم ولا يستقبلها كسكريات، لكن هذه جزء كبير منها يستقبلها الجسم وترفع الانسولين في الدم فيعتبرها سكر. انت تستخدم سكر لكن مو مكتوب على القيمة الغذائية، فأنت لما تاخذ بار أو بارين أنت زدت في السكريات حقة اليوم اللي أنت المفروض تاخذ تقلل منها، فهذه ممكن تسبب لك سمنة.
طبعا هذا الجانب. الجانب الاخر انه كثير من الناس اللي تقول الهيلثي ياخذه، لكن لما تقرا الانجريدينتس تلقى فيه زيوت مهدرجه، تلقى فيه محليات صناعيه ضاره للصحه. احنا ما نقول لا والله اتركه تماما، لكن هو في ناس معينه ممكن تاخذه. طب ممكن النحاف مثلا المراه ياخذونه يسمنون عادي؟ لا مو شوف، هي مفهوم السمنه والنحافه في منتج واحد هذا غلط، وهذا كثير انا ضده ودائما اوعي الناس عليه. كثير من الناس يقول لك باخذ منتج واحد ابي ينحفني، هذا مو صحيح. النحافة هي عبارة عن يومك بالكامل من الصباح لليل، ما هو بسعرات حرارية فقط، وجباتك، طريقة أكلك، أوقاتك، كمية الأكل اللي أنت أكله، هذه هي اللي تنحفك أو تسمن. لكن البروتين بار هو ميزته أنه سهل. طبعا أنا يعني أنا ممكن أخلي الواحد يستخدم بروتين بار إذا كان في سفر، إذا كان في عمل ما عنده مثلا، أنت ما شاء الله مشغولة فممكن تأخذين بروتين بار وقت ما تقدرين تأكلين فيه. لكن واحد عنده خيارات أخرى وعنده بروتين بار، انا افضل انه ياخذ الخيارات الاخرى. خلي البروتين بار امرجنسي يعني. احنا نجي لك على الخيارات الاخرى استاذ ماجد، لكن في بعض الناس يقول لك مثلا انا ابغى اسوي رجيم. في ناس تتناول البروتين بار قبل الرجيم، وفي ناس بعد الرجيم، وفي كثير في الجيم ياخذونه. صحيح، هو المشكله ساوينا البروتين بار مع البروتين شيك. البروتين شيك معروف انه مهضوم خالص فياخذ الجسم. طب خلينا نعرف للمشاهدين يعني يمكن ياخذون فكره عشان يقدرون يدخلون في المقارنه معنا. صحيح، البروتين شيك هو كله من مصل الحليب، من الواي، من مصل الحليب، نترات الجبن او مصل الحليب، فياخذ الجسم ما يمر على الجهاز الهضمي على طول يستفيد منه للعضلات. لكن البروتين بار هو عباره عن لوح غذائي يمر على الجهاز الهضمي لابد. في الياف عاليه، الالياف العاليه زي ما قلنا الجسم يتعامل معها كسكريات فترفع الانسولين. فرفعت الانسولين هذه ممكن تسبب زياده في الوزن. عندهم معروف ان زياده الوزن مرتبطه في رفع الانسولين ومرتبطه بالسكريات بشكل عام، والكربوهيدرات مرتبطه ايضا في السكريات. وفي بعض الناس ممكن ياخذونها كبديل عن وجبه رئيسيه البروتين. هذا اكبر غلط، لان الوجبه الرئيسيه لازم تكون وجبه اكل يعني من الياف بروتين كربوهيدرات. يعني ما اقدر اخذ سناك او اخذ، يعني هي دائما تدخل في عالم المكملات السبلمنت. فالمكمل يعتبر مكمل من اسمه مكمل، ما نقدر نخليه رئيسي، الرئيسي هو الوجبه المتكامله سواء بروتين الياف وكربوهيدرات. يعني ممكن نقول في فهم مغلوط يعني للبروتين البار اللي موجود بين الشباب والبنات والرياضيين كمان. اكيد هو مغري، ليش؟ طعم حلو. وممكن واحد ياخذ في اي مكان، هذه الاشكاليه يعني. طيب خلينا نجي للسايد افكت. استاذ ماجد، انت في بدايه حديثك معايا في الفقره انا حسيت مثلا اللي يتناول البروتين بار يمكن يلعب ببرمجه الجسم نفسه. ممكن ممكن، لان غالب البروتينات بار انا طلعت على عديد منها بدون مسميات، غالبها فيها زيوت مهدرج وفيها اشياء صناعيه. فاحنا ممكن، احنا ليش ما نستغني؟ احنا نحاول الحين بقدر الامكان نروح للهيلثي ونروح للناتشرال، ناكل اشياء يعني مو مصنعه، ناكل اشياء مو مضاف لها اشياء صناعيه. طب ايش البدائل الطبيعيه؟ البدائل كثيره، ممكن مكسرات، ممكن زبادي وعسل، ممكن بنت باتر، ممكن اللي هي زبده فول سوداني، ممكن اشياء. العالم يعني الغذاء انا ما حد في 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 دائره معينه، الغذاء كبير، انا ممكن عندي رغبات واشياء انا احبها، انت عندك رغبات مختلفه تماما. فاهم شيء انه نبعد عن السكريات، نبعد عن الاشياء المصنعه بشكل يعني كبير اللي فيها زيوت مهدرجه. هذه الزيوت المهدرجه جدا سيئه، وهذه تحتاج حلقه كامله نتكلم فيها وكيف الجسم افكت لها، والجسم ايضا ما يهضمها، تجلس في الجسم فترات طويله. طيب اكثرهم يلجؤون اكيد للبروتين بار، هل هو فعلا يساعد على بناء العضل ولا لا؟ صعب نقول، لين بناء العضل يحتاج يعني زي ما تقولي منظومه متكامله، من اكل طول اليوم، من تمارين، من راحه، من يعني منظومه متكامله. ما نقدر نقول البروتين بار يرفع، حتى البروتين شيك ما نقدر نقول خذ البروتين شيك الفلاني راح ترفع العضل. هي منظومه متكامله من وجباتك، من اكلك، من راحتك، من تمرينك، من ترتيبك، تنظيمك لحياتك. لكن اهم شيء انا عندي انه بعد اسبوع وش بتكون؟ بعد شهر وش بتكون؟ بكره انت هل تقدمت للامام ولا اذا تقدمت فانت ماشي صح، اذا ما تقدمت فراجع اكلك، في اكيد اخطاء. احنا ما نعتمد على وجبه واحده ولا نعتمد على منتج واحد، لازم يكون اكلك متكامل. هي ثلاث وجبات رئيسيه بينها سناكات، هذه البروتين بار وبروتين شيك ممكن يعتبر سناك لكن ما يعتبر وجبه رئيسيه. طيب ليش كثير يلجؤون دائما قبل التمرين ياخذونه؟ عشان يساعدهم مثلا يمدهم بسعرات حراريه اعلى، يساعدهم في التمرين اكثر؟ غالبا اللي ياخذونه قبل التمرين، لان هو زي ما قلنا انه يتعامل الجسم معه زي السكريات، يرفع الانسولين فيعطيك طاقه. فغالبا اللي ياكله قبل التمرين يصير يعطيه طاقه ويعطيه حيويه اكثر، ممكن يستبدلها موزه.
فهي صحيه هيلثي وتعطي نفس الطاقه ونفس الحيويه. طيب السؤال يطرح نفسه، ايش هو البروتين الصحي المفروض اللي احنا ناخذه؟ البروتين كبير، يعني البروتينات مشتقة، سواء في بروتينات نباتية أو حيوانية من اللحوم ومشتقات الحليب، لكن يعني احنا ما نقدر نقول يعني كل أكلك كله يعني خليه طبيعي 100%، ما نقدر نقول كل الأكل يكون طبيعي، لكن لازم تنوع من أجبان، من حليب، من لحوم، من ممكن في بروتينات مشتقة من النباتية أيضا، المصادر كثيرة، ما في شيء معين. وفي بعض المرات في ناس عندهم هوس في أخذ البروتينات، يعني صح. اللي يبدأ لك مثلا نظام معين مثلا في حياته يبغى يغير نمط، فتلاقي عنده هوس في البروتين. صح، وهذا للأسف هذا شائع جدا، لأن البروتين سهل. أنا سهل علي أسوي بروتين شيك وأشربه، بس مو سهل علي أني مثلا أطبخ دجاج ورز وسلطة وأجلس ساعة أكل، فهذه هي هذه هنا المشكلة، لازم في تضحية. قدر التضحية اللي أنت تسويها هو قدر اللي أنت بتاخذه صحتك وجسمك. وغير كذا صرنا نشوف يعني نكهات وأشكال وألوان، يعني اللي تبغى بالشوكليت بالفانيليا بالهذا. تنافس جدا، لين الحين المسألة صارت تجارية أكثر من أنها صحية. فهذه هي الإشكالية. طب كيف احنا ممكن نوعي الناس انه لازم ايش الاشياء اللي ممكن ياخذوها بعين الاعتبار؟ احنا نوعي الناس انك خذ كل شيء بتوازن. يعني لا تلغي كل شيء، يعني مثلا الحين بعد كلامي لا تلغي البروتين بار، خليه امرجنسي، والله انا في سفر في مكان ما اقدر اكل، اخذ بروتين بار مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع، لكن بشكل يومي بشكل دائم هي هذه الإشكالية. واني اعتمد عليه، مثلا بعض الناس مثلا يفطر مكمل ويتغدى مكمل ويتعشى مكمل، هنا الإشكالية. طب ممكن يلاقون نتائج سريعة مثلا؟ لا أبدا. إذا ما أكل، أنا عندي، أنا أتابع ناس كثير، فإذا ما أكل أكل صحي ومتوازن ما يلقى نتيجة، حتى العائد على صحته. إحنا ما نتكلم بس على وزن على فات، العائد على صحته الناس، بس أنت لا تنظر بس أنه كم أنزل وزن، كيف تخسر؟ ممكن بعض الناس تنزل وزن وتخسر صحتك. أنت تبغى تنزل وزن تكسب صحتك، هذه هي المعادلة الصعبة اللي أنت المفروض تنتبه. أو يمكن تهيلي كمان المعادلة كمان صعبة اللي في النوادي، بعض المرات قياس مستوى العضل الفات، تلاقي فعلا يروح يتمرن بس ما بيخسر دهن، بيخسر عضل. صحيح، في ناس كثير، هذا شائع جدا، خاصة اللي يعني شائع الحين لما واحد بيخفف وزن يقول خفف أكل. بعض المرات لما تخفف اكل لدرجه معينه يصير الجسم يصير المود حقه انه ياخذ البروتين من العضله الموجوده في الجسم ويحافظ على الدهون، فانت قاعد تخسر عضل وتكسب دهون. فهذه هي الاشكاليه. طبعا اكيد احنا استمتعنا في الحوار معك الاستاذ ماجد العتيبي، شكرا لك استشاري التغذيه. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ومن سيدتي نعطيكم وجبات غنية بالبروتين اعتمدوها في غذائكم. لا شك أن البروتين من العناصر الهامة لبناء الجسم وخاصة تقوية العضلات. المصدر الرئيسي للبروتين في العادة يكون اللحوم، ولكن نقدم لك طرق أخرى للحصول على البروتين من مصادر متنوعة معظمها نباتية. البيض، ويحتوي على بروتين 6 جرام في البيضة. زبدة الفول السوداني، تحتوي على بروتين 8 جرام لكل 2 ملعقة كبيرة. يمكن تناول زبدة الفول السوداني مع المخبوزات في الصباح لوجبة الفطور، وذلك للحصول على المزيد من البروتين في بداية اليوم. اللوز، الدهون الأحادية الغير مشبعة التي يحتوي عليها اللوز ثبت أنها تقاوم أمراض القلب أيضا. في سيدتي بعد الفاصل. المرحلة التي لا يتحدث عنها أحد، أطفالنا ومرحلة ما قبل المراهقة.